هي معايرة المبيد الحشري هتعطلك يا واد عمي. راضي عبى رشاش المبيد اللي المفروض يرشها على زرعته. يرش في الأول كتير وفي الآخر ما يفضلش عماهم بيد كفاية الباقي الزرع، وهيبقى عند راضي زرع مرشوش وزرع مش مرشوش، هيبقى في حتة فيها حشرات وحتة لا، ومجهوده هيروح هدر. دايما عاير كمية المبيد قبل الشغل وتأكد انها تكف الزرعة بالتساوي، وكده لا تهدر فلوس ولا محصول.